اهلا بحضراتكم من جديد في فقره كشف الكذب بالوقائع والصوره. شفنا ام كلثوم وانتمائها، وشفنا قد ايه الصاق بيها علشان تروح في سكه تانية، لكن قصه انتقالات اللاعبين وانه يتقال انه عبود باشا المؤسس الحقيقي لمنهج الاهلي وسطوه راس المال، ويقول لك ده اللي شغال لغايه دلوقتي. نسمع ابراهيم عيسى تاني. يبعت وزير الحربية ده حيدر باشا للملك فاروق سنة 51 جواب يقول فيه إن أحمد عبود باشا يمارس من خلال رئاسته للنادي الأهلي استخدام المال، وهو الأمر الذي يدفع باللاعبين للانتقال للنادي الأهلي بعد أن يتخلوا عن أنديتهم. الخطاب رايح شكوى، وزير حربية رئيس نادي الزمالك بيبعت شكوى في رئيس النادي الاهلي لجلاله الملك فاروق شخصيا، يقول له انه احمد عبود بيشتري اللعيبه بفلوسه، وانه احمد عبود بيخطف اللعيبه بالانديه الثانيه، ومن ثم هو بيقدر ياخد احسن لعيبه في مصر فياخد البطولات. ده امتى الكلام ده؟ الكلام ده سنه 51 في شكوى رسميه متقدمه للملك فاروق. حسن يوسف وقتها بقى رئيس الديوان الملكي قال للملك فاروق يعني انه عبود باشا كل الانجازات اللي بيعملها في الاهلي بيعمل عليها لوحه رخاميه ويقولنا في عهد جلالتكم وفقاماتكم، فيعني فاشار الملك فاروق بتجاهل شكوى وزير حربيته رئيس نادي الزمالك الفريق اللي كان بيحمل اسمه، عشان احمد عبود باشا بيرش جامد قوي وبيخطف اللعيبه فبياخد الدوري. تخيلوا ان قبلها بكام سنه عبد الرحمن باشا لطفي رئيس النادي المصري ببورسعيد بيبعت جواب تلغراف، مش جواب بقى، الى جلاله الملك فاروق، تلغراف رسمي سنه 46 يشكو من رئيس النادي الاهلي احمد عبود قائلا في التلغراف ان النادي الاهلي طلب اعاره 3 من لاعبي النادي المصري للاشتراك مع الفريق الاهلي في رحلتي الى تركيا، ووافقت اداره النادي المصري بعد ان كتبت اداره النادي الاهلي تعهدا بعدم ضم اي لاعب منهم، ولكن النادي الاهلي نقض عهده وضم اليه احد هؤلاء اللاعبين الثلاثه وهو محمد ابو حباجه، ويسعى لنقله من بورسعيد الى القاهره، كما يحاول ضم لاعبين اخرين بوسائل الاغراءات المختلفه من نفوذ كبار الموظفين من اعضائه، وفي هذه الحاله نضطر لقفل ابواب النادي وحله، لذلك نلجا الى جلالتكم للحيلوله دون تحكم هذا النادي الكبير الغني بماله ونقوده في الانديه الفقيره. يا سلام على الهمام، ايه الجمال ده؟ عبود باشا وسطوة رأس المال. طيب هو عبود باشا كان يستطيع أن يتصدى لحيدر باشا اللي كان وزير الحربية ورئيس اتحاد الكورة ورئيس نادي الزمالك في هذا الوقت الذي يجأر فيه حيدر باشا بالشكوى للملك من سطوة عبود باشا ومال عبود باشا؟ لم يأخذ النادي الأهلي لاعب واحد في لحد هذه اللحظة وفي تاريخه وبعدها بعشر سنوات من نادي الزمالك. أكتر من كده، أن الزمالك هو اللي خد من النادي الأهلي يكن وزكي عثمان وعلاء الحمولي وغيرهم في هذا الوقت. يبقى عبود باشا بسطوة رأس المال عمل إيه؟ أستاذ إبراهيم عندك تفاصيل أخرى أنت. بصوا، الكذب البين على تاريخ الاهلي بالحقيقه، سيبكم من انه الاهلي سطوته اكبر من وزير الحربيه لدرجه انه وزير الحربيه ورئيس اتحاد الكوره ورئيس نادي الزمالك الثلاثه مع بعض قال ايه؟ يستغيث بجلاله الملك اللي نادي الزمالك بيحمل اسمه، عشان عبود باشا بياخد اللعيبه من الزمالك بفلوسه. انا ليه بقول لكم هذا الكذب البين بوضوح؟ ليه؟ لانه في الحقيقه ولا لاعب جه من الزمالك للاهلي قبل مين؟ قبل مين؟ قبل رضا عبد العال سنه 1993. بصوا الكذب البين بقى، مش 51 ولا 71 ولا 61. بدايه حركه الانتقالات بين الاهلي والزمالك في الجدول اللي هتشوفوه 1919 حسين حجازي، و1940 عبد الكريم صقر،
ثم حجازي وصقر الاثنين راحوا وجم بين الناديين مرتين ثلاثه، وبدايتهم النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي ما اخدش لاعب من النادي الزمالك لا في حيدر ولا في غير حيدر قبل سنه 93 1993. انتوا متخيلين انه يتهم الاهلي انه استجار حيدر باشا وزير الحربيه من نفوذ عبود باشا سنه 51، واول اول حركه انتقال قبل بعد كده ب 40 سنه، ب 40 سنه. لكن الاتهام في الاهلي، وده الخطوره، انه ابراهيم عيسى يكرر انه عبود باشا المؤسس الحقيقي للنادي الاهلي، فالاهلاويه يفرحوا، فيروح حاطط السم في العسل، دالق جردل سم على العسل، ويقول لك ايه؟ شوفوا سطوه راس المال ومنهج النادي الاهلي في خطف اللاعبين من امتى؟ من امتى؟ ده هو المؤسس الحقيقي للمنهج ده. في الوقت اللي كان الزمالك بيخطف من الاهلي نفسه. في الوقت اللي ابراهيم عيسى نفسه بقى. في فيديو اخر يقول لك حيدر باشا، الفنان محمد عبد المطلب في مذكراته قال ان حيدر باشا كان بياخد اللعيبه ويحبسهم عشان يروح الزمالك، وياخد عبد المطلب السجن يغني لهم يسليهم لغايه لما فتره الانتقالات تعدي. شفتوا؟ يعني واحد عنده نفوذ يسجن اللعيبه يحبسهم لغايه عشان يحافظ عليهم ويوديهم الزمالك. وانتوا على فكره لو بصيتوا في فتره الاربعينات هتلاقي ياما لعيبه راحت بالامر. استفاد الزمالك من يكن حسين ومن زكي عثمان ومن علاء الحمولي ومن احمد عفت، من كتير انتقلوا للزمالك في الفتره دي بتاعت حيدر باشا. فيتقال اصل الاهلي بفلوس، فلوسه ايه؟ ثم تاتي الخطوره الشديده جدا عندما ينكى الجراح بين الاهلي والمصري، وكان اللي حصل ده مش كفايه، فيتم التاصيل لفكره ان الاهلي رئيس النادي المصري خد ابو استجار للملك كمان، ان الاهلي خد ابو حباجه. طب ما تكمل الروايات، ما تشوف الزمالك خد مين، ما تشوف الاهلي بعد كده ادى المصري مين. ليه يتم فقط هذا الاجتزاء لواقعة واحدة علشان يتم تصوير النادي الاهلي في تاريخه انه بفلوسه بيخطف اللعيبة وبنفوذه بيهدر حقوق الاندية الصغيرة؟ ما يتقالش ان الاهلي ادى لمصر عشرات اللعيبة طوال تاريخه، ولا انه نادي الزمالك هو اللي اخد كل اللعيبة من كل الاندية. هذا التصوير المسيء جدا للنادي الاهلي في تاريخه ورموزه، عشان يثبت في العقل الجمعي للجماهير قد ايه ده نادي مفتري، وقد ايه كان بيشتري بطولاته بفلوس، وقد ايه كان بيستغل نفوذه ونفوذ رجاله في انه يخطف اللعيبه من الانديه الصغيره. هو الحديث كله انا مستغربه، وانا قلت لك ما هذا ولماذا ولماذا عمال تبان من كتر السرد اللي بنقوله ان انت 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 يعني ضحط او فنت ان كثير من الكلام ده ما كانش حقيقي اللي هو قاله واستند اليه وبالادله. وعلى فكره في حاجات تانية بس الوقت مش يسعنا يعني على لسانه هو نفسه اللي هو بيقول لك الاهلي يعيش المؤامره، ده هو اللي قال ان احنا طول عمرنا عايشين المؤامره يا كابتن حسن، وليه السبب ومش عارف ايه، وتظل سويا الى ان تصبح، هو اللي بيقول. والاكتئاب والعقدة النفسية. هنطلع الفاصل لأن الحقيقة الكلام كتير بعد الفاصل.